الآنسة بونبون. مرحبا يا أطفال، اليوم سأروي لكم قصة الآنسة بونبون. ربما تتصورون الآنسة بونبون شخصا كبيرا، لكنكم أخطأتم. الآنسة بونبون دمية من القماش، تملكها فتاة تدعى روزماري، وروزماري هي ابنة مبعوثي الرب إلى الصين. مبعوثي الرب هم ناس يخدمون الله ويطيعونه في أوامره، إذ يبشرون بالخبر المفرح والمتمثل فيما يلي: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. روزماري قبلت يسوع المسيح كمخلص لها وهي فتاة صغيرة. إنها تحاول خدمة الرب كوالديها. روزماري تحب كثيرا دميتها الآنسة بونبون، إذ لا تفارقها أبدا. ترى أن دميتها جميلة جدا وأنها تحب الله كثيرا، إذ تشاركهم حتى في الخدمة. في الليل تنام معها، وفي الصباح حين استيقاظها أول شيء تقوم به هو ضمها إلى صدرها بقوة. الآنسة بونبون كبيرة الحجم، إذ أنها ترتدي ثياب روزماري وهي فتاة صغيرة. إنها ملساء جدا لأنها مملوءة بالقطن في داخلها وجميلة جدا. شعرها أصفر، عينها زرقاء، ولها شفتين حمراوين. الآنسة بونبون ووالديها، لأن هذه العائلة قامت برحلات كثيرة عبر العالم. لم يكن سوى 4 سنوات لروزماري حين سافر والديها عبر سيبيريا في القطار، فهم زاروا عدة بلدان رائعة الجمال: روسيا، فرنسا، ألمانيا، وكندا أيضا. وحين دخولهم إلى الصين فهم زاروا اليابان أيضا. لو كانت الآنسة بونبون تستطيع الكلام لعلمتكم الجغرافيا وروت لكم عدة أشياء جد مهمة. الآنسة بونبون تستمتع كثيرا بالعيش في الصين، فروزماري تأخذها دائما معها حين قيامها بالجولات على متن العربة أو على متن وسائل نقل أخرى. حقا روزماري والآنسة بونبون سعيدتان جدا معا. لكن ذات يوم حياة روزماري تتغير تماما. فقرب منزل والديها يوجد ميتما للفتيات الصينيات المتشردات، فهذا الميتم يقوم بتسييره أناس ملأ يسوع المسيح قلبهم بالمحبة والرحمة. عانى الكثير من هذه الفتيات من الجوع، فهناك من بينهن من بيعت من طرف والديها للغير طمعا أن تحصلنا على حياة أفضل، لأنهم لا يستطيعون توفير المعيشة الملائمة لهذه الفتيات اللواتي يعانين كثيرا من الفقر. لكن أحيانا يحدث العكس، إذ أن الذين يشترون هذه الفتيات هم أناس أشرار وعديمي الرحمة. في هذه الحالة الفتيات يعانين كثيرا، وهذا ما يدفع بهن إلى الهروب، وغالبا ما الشرطة هي التي تنقذهن من أيدي هؤلاء الناس وتقودهن إلى الميتم. ها هو عيد ميلاد يسوع المسيح يقترب، فوالدي روزماري أخذ ابنتهما في صباح ذلك اليوم إلى الميتم، فوجدوا الجميع متحمسا لإسعاد الأطفال بحفل رائع. روزماري طلبت من كل أصدقائها أن يقدموا نقودا ولعبا لوضعها أمام شجرة عيد الميلاد الموجودة في الميتم، فكل طفلة ستتحصل على بدلة جديدة وقطعة صابون ملونة جميلة ولعبة. عملت روزماري وأمها بشقاء كي تتحصل كل طفلة على هدية، فخلال كل مساء حين مجيء وقت صلاتها روزماري تدعو يسوع المسيح قائلة له: من فضلك يا سيدي ساعدنا كي تتحصل كل طفلة في الميتم على هدية. لا تنسوا يا أحبائي الأطفال أنتم أيضا أن تصلوا لملايين الأطفال في العالم الذين يعانون
من الفقر الشديد إذ ليس لهم لا مأوى لا طعام ولا ملبس. ويجب عليهم التعرف على يسوع المسيح الذي سيخفف عليهم الشقاء، وخاصة أنه يمحي ذنوبهم ويخلصهم من عذاب جهنم. في مساء أحد الأيام لما انتهت روزماري من الصلاة، طلبت منها أمها: روزماري، ماذا ستقدمين أنت كهدية لفتيات الميتم؟ ردت روزماري قائلة: ليس عندي سوى 6 قطع نقد، وعلي أن أشتري لكما أنت وأبي هدية بمناسبة عيد الميلاد. لكن يا عزيزتي، أنت تملكين 10 لعب، فتستطيعين إعطاء واحدة منها، دمية مثلا. روزماري ليست بفتاة أنانية، لكن في مخيلها فإنها قامت بواجبها بالصلوات التي قامت بها لمساعدة فتيات الميتم وبجمع الصدقات لهن. إنها تراجعت لحظة ثم صرحت وقالت: نعم، أظن أنني أستطيع إعطاء دمية. هل تظنين يا أمي أنني يجب أن أقدم الأجملة؟ ردت الأم قائلة: أنت وحدك تقررين في الأمر، ولا تنسي أن سيدنا يسوع المسيح قال: فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. صعب النوم على روزماري هذه الليلة، إذا دعت أمها بصوت منخفض: أمي أمي، اسعدي من فضلك. فدخلت الأم إلى غرفة روزماري: اقتربي يا أمي، أريد أن أقول لك شيئا. ثم قالت لها روزماري بصوت منخفض: لا أستطيع إعطاء الآنسة بونبون، تعلمين أعرف الآية التي تقول: الله يحب من يعطي بكل سرور. حقا حقا لا أستطيع أن أعطيها، عندي ميراندا فهي جميلة جدا، هل تظنين أنها ملائمة؟ قالت الأم: لكن أنت التي ستعطين الهدية يا عزيزتي، اعطي ما تريدونه. تذكر يوم عيد الميلاد، فالله قدم لنا فيه ابنه الوحيد يسوع المسيح العزيز كثيرا عليه. واصلت الحديث قليلا ثم قبلت الأم ابنتها، بعدها نزلت: إنها تعلم جيدا أن روزماري لا تحب ميراندا. قضت روزماري حوالي 3 أو 4 أيام في التفكير في الأمر، والآية التالية تدور في ذهنها: هكذا أحب الله العالم حتى فدى ابنه الوحيد. روزماري والدتها قامت بالمستطاع كي يتوفر ما يكفي من الهدايا لفتيات الميتم ليوم عيد الميلاد. في مساء أحد الأيام، روزماري وهي في سريرها سمعتها أمها تردد: يا سيدي يسوع، أرجوك ساعدني كي أقدر على القيام به. فلما حل الصباح، روزماري أخذت الآنسة بونبون فأعطتها لأمها قائلة لها: خذيها فأنا أقدمها ليسوع المسيح. شفقت الأم على ابنتها قائلة: روزماري، هل حقا تريدين تقديم الآنسة بونبون كهدية عوض دميتك ميراندا؟ لا، أجابت روزماري، تعلمين فأنا لا أحب ميراندا، والله فدى الشيء الأعز عليه وهو يسوع المسيح. إذن أنت ترين أريد أن أقدم الآنسة بونبون لأنها عزيزة علي. قالت الأم: حسنا، إذن سننظف ثيابها ونغسلها جيدا. فأما والد روزماري فقد أخذ الطلاء كي يطلي مجددا شعر فم وعين الآنسة بونبون، إنها جميلة جدا. في صباح يوم عيد الميلاد، ذهبت روزماري مع والديها إلى الميتم. هناك في ساحة الميتم شجرة ضخمة جدا مملوءة بالهدايا، اللعب، التفاح والبرتقال. وهناك على أحد الأغصان علقت الآنسة بونبون وهي تنظر الجميع من الأعلى. بالنسبة لبعض فتيات الميتم، فللمرة الأولى يحتفلن بعيد الميلاد، إذ أنهن لم يسمعن من قبل الحديث عن يسوع المسيح ولا عيد ميلاده، ولا واحد قال لهن أبدا أن يسوع المسيح ترك ذات يوم من السماء كي ينزل على سطح الأرض ويلد في إسطبل في بيت لحم، وكيف أصبح رجلا يبشر بحب الله للناس وذلك في جميع أنحاء بلده، وحسب الوقت المحدد من طرف الله فقد مات مصلوبا، وذلك
كي تغفر الذنوب لكل من يؤمن به فيصبح بذلك من أولاد الله. هناك فتاة في الميتم ترتعش من الخوف، إنها أتت عشية عيد الميلاد. كل المربيات في الميتم حاولنا طمأنتها لكن لم يستطعن ذلك، فحتى فتيات الميتم حاولنا مساعدتها بالقول لها أنهن يحبهن لكنها لم تريد تصديق ذلك. فحين وصول وقت توزيع الهدايا، بدأت أحد مربيات الميتم في نداء كل طفلة باسمها. روزماري شاركت في تقديم الهدايا واللعب. الآن أتى وقت نزع الآنسة بونبون من على الشجرة. وضعتها المربية في أحضان روزماري التي ضمتها بقوة. بعدها طلبت منها المربية أن تمنحها للفتاة الصينية التي كانت تبكي من شدة الخوف. فمسكت المربية روزماري من يدها فاتجهت ناحية الزاوية التي جلست فيها الفتاة، فقدمتها روزماري لها. لم يسبق لها أن تحصلت على دمية من قبل، فقالت المربية لها إن هذه الدمية لك دائما. حتى الدمية كأنها ابتسمت لها. فجأة فهمت الفتاة الصينية أنها محبوبة من طرف الجميع ولا يجب أن تخاف. إذن ضمت الآنسة بونبون إلى صدرها فابتسمت. ففي المساء حين دخول روزماري إلى الفراش، أخذت دميتها ميراندا فضمتها إلى صدرها ثم صلت قائلة: شكرا لك يا رب، لقد ساعدتني، عملت مثل ما عملته لي، فقد قدمت أعز شيء عندي. بعدها نامت. أنا متأكدة أن الملائكة نظرت بمحبة إلى روزماري التي أعطت شيء أعز عليها جدا من أجل يسوع. وأنت، هل قبلت الهدية التي أعطاها لنا الله والمتمثلة في يسوع المسيح؟ هل قبلته كمخلص لك؟ هل تم محو أثر ذنوبك وكل الشر الموجود في قلبك بدمه الثمين؟ وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. تعلم، لو رفضت اليتيمة الصينية دمية روزماري فإنها لن تتحصل عليها أبدا. وأنت، إن لم تقبل يسوع المسيح في حياتك فإنك لن تتحصل على غفران ذنوبك أبدا، ولن تتحصل على إنقاذ روحك من العذاب الدائم. فيسوع المسيح هدية من طرف الله لك. ألا تستطيع أن تقبله الآن؟ إلى اللقاء، نلتقي في قصة أخرى.